نعود إلى الملف اللبناني وكل الإشكالات بعد ظهور نتائج الانتخابات النيابية. إذن مسيرات غاضبة في لبنان عقب اجتياح مواكب لحزب الله وحركة أمل في مناطق عديدة في لبنان. من طرابلس مع المحامي محمد مراد رئيس هيئة الإشراف والرقابة في تيار المستقبل. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذن يعني وفق المراقبين عديدين ما حدث هو خطير جدا، كيف تابعته؟ بداية مساء الخير. مساء النور. إن 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 يوم الأحد كان يوما مميزا بالنسبة للبنان من حيث مقاربة الممارسة الديمقراطية كاستحقاق انتخابي دستوري يعتبر على المستوى الوطني هو إنجاز في غاية الأهمية، لا سيما بعد أن يعني تأجلت الانتخابات غير مرة منذ عام 2009 لغاية عام 2018. لا سيما أن هذا الوجه الديمقراطي للبنان الذي نعتز به مكان ما، وتعطيل هذا النفق الحيوي كممارسة ديمقراطية، أعتقد هذا يعتبر إشارة إيجابية لبل إنجاز كبير على مستوى هذا الاستحقاق. أما فيما يتعلق بما أشرت ما حدث يوم أمس، أنا أعتقد أن ثقافة هذه الثقافة التي عودنا عليها هذا الفريق يعبر حتى بفرحه بطريقة لا حضارية، ولكن دعيني أقول أن ما حدث يوم أمس هو صورة مشمئزة لا شك، تعبر عن صاحبها، لكن بقيت ضمن الإطار الفردي والانفعالات الفردية والتعبير من باب الاستفزاز. ولكن للإنصاف نقول أن هذه الممارسات التي حصلت يوم أمس طوقت بقرارات على المستوى الحزب العالي الأحزاب، وأقصد هنا حركة أمل وحزب الله، ورجعت الأمور إلى واقعها الطبيعي. لكن أعود وأؤكد بس موجودة هذه هذا التطرف موجود، يعني حتى لو منعت هذه الممارسات طبيعي. أنا قلت أختي العزيزة ستزان هذه هي ثقافة حزب الله، هذه هي ثقافة حركة أمل من خلال شبابها ومن خلال فرسانها، لكن بالناحية السياسية ومن الناحية الأمنية فكان هناك قرار بمنتهى الجدية أفضى إلى ضبط هذه الأمور. نعم. طيب إلى أي درجة هذا أو ماذا يقول لنا للفترة القادمة سيد محمد؟ كيف نرسم ما سيحدث بالفترة القادمة من تشكيل الحكومة وما إلى ذلك بعد هذا الاستفزاز الكبير الذي كان يعني بالنهاية مش بس لتيار المستقبل، للشعب اللبناني؟ هذا لا أقول، أنا بالنهاية هذه الصورة التي حاول هذا الفريق أن يعكسها فرحا عكس على نفسه صورة بشعة على المستوى الداخلي وعلى المستوى العام وعلى مستوى الرأي العام، وهذا يعود بالضرر عليه، وعليه أن يحسن الدولة وأن يحدث ثقافة متجددة تتناغم والحياة العامة والحرية والديمقراطية والاحترام الآخر. لكن الصورة يعني الصورة المرتقبة السياسية للبنان في ضوء الانتخابات التي حصلت لا شك دعيني يعني أؤكد على بعض المسلمات. لبنان لا يحكم إلا بالتوافق. نعم. وهناك أكثر من تجربة، وهناك أكثر من محطة مر فيها لبنان منذ عام 2005 إلى تاريخه. فعندما تجتمع المقاربات في إحداث التوافق نجد أن لبنان يسير في الخطة الصحيحة وفي الإطار الصحيح. نعم. وعندما يحدث الاختلاف ويتحول الى انقسام عمودي كما شاهدنا في السابق، نجد ان لبنان ينقسم على نفسه، ويترتب على ذلك مضاعفات على المستوى الاقتصادي وحتى على المستوى الامني. نعم. الرئيس سعد الحريري كان مصرا منذ مبادرته الاولى باتجاه بعد الفراغ الرئاسي منذ عام 2014 كان مصرا ومدركا تماما لهذه الثابته بأن لبنان لا يمكن أن يزدهر، لا يمكن أن يستقر، لا يمكن أن يتطور، لا يمكن أن يعالج السياسة الواقع اللبناني على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
إلا من خلال مقاربات ومن خلال مبادرات. نعم. يعني أن تحافظ على الاستقرار في لبنان. والدليل على ذلك أننا كنا نعيش نحن كلبنان وسط معارك ووسط نيران ملتهبة حوله. اعذرني بس انتهى وقتنا. أنا أشكرك جزيلا. اعذرني مرة جديدة. من طرابلس محامي محمد مراد، رئيس هيئة الإشراف والرقابة بتيار المستقبل.